باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، تحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان وإلى ظهر الدور كلها، أمين. المحاضرة بتاع النهاردة زي ما نبهنا عليكم لها أهمية قصوى. اعتدنا إن كنا بنخليها محاضرة واحدة مدمجة، أو يعني محاضرتين في محاضرة في السنين اللي فاتت. السنة دي خدنا قرار إن هنقسمها عشان يبقى في قدرة على الاحتمال أو الاستيعاب أكبر، بس هي طبعا كل وضع له ميزته وعيوبه، أما بتكون على بعضيها بيبقى في تكامل الفكر لأنه مترابطة مع بعضها الأحداث، فاللي بيحضر بيقدر يكمل للآخر. أما بتتقسم بيبقى المشكلة لو حد ما حضرش المحاضرة الأولى أو ما كملش المحاضرة الثانية، دي هي اللي بيبقى لها السلبيات بتاعتها. الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة هو عن أول نقطة خلافية بين كنيستنا الأرثوذكسية وكافة الطوائف الأخرى. أول خلاف نشأ بسببه انشقاق عن الكنيسة الواحدة الأرثوذكسية، وبدأ يتكون مذاهب أخرى بخلاف الكنيسة الأرثوذكسية. نقطة الخلاف اللي هنتكلم فيها النهاردة بدأت في مجمع خلقدونية، حصل الانقسام بسببها الكنيسة الأرثوذكسية والكنائس الخلقدونية، كانوا كيان واحد الأول. وزي ما قلت لكم قبل كده ان العائلة الأرثوذكسية بتاعتنا ظلت كما هي حتى الآن، لكن المجموعة الخلقدونية اللي هي كانت مجموعة واحدة اتقسموا على مر العصور وتشعبوا كثيرا. حصل انقسام في القرن الحداشر بين البيزنطيين والغرب الكاثوليكي، وبعد كده حصل انقسام عندهم تاني في القرن الستاشر بين الكاثوليك والبروتستانت، وتوالت الانقسامات في الجانب الآخر. أما كنيستنا فظلت كما هي. احنا عشان نفهم الموضوع هنعرض الموضوع بالتفصيل تاريخيا ولاهوتيا، لأن الخلاف خلاف لاهوتي وتاريخي أيضا. يعني ممكن اللي يقرأ الحاجات دهية في كتب خلقدونية ممكن يسمع روايات مختلفة بخلاف الفكر العقيدي المختلف. احنا هنشرح، هنخلي الأسئلة في الآخر. ممكن انا اسأل في السكة عشان اصحصحكم معايا، لكن اللي عايز يسأل سؤال هنخليه في الآخر عشان ما يبقاش في قطع لتسلسل الأفكار. عنوان المحاضرة تاريخ الفكر الكريستولوجي
بين الأرثوذكس والخلقدونيين. كريستولوجي يعني خاصة بالسيد المسيح، كرايست علم المسيحي، أو يعني اللي هو بيعبر بصورة أكبر عن ما يخص بصفة خاصة طبيعة السيد المسيح. طبعا إيمان كنيستنا المسلم المبني على الكتاب المقدس وتعليم الآباء المسلمة من القديسين اللي خدناها وتورثناها بالتقليد زي ما خدنا قبل كده، نؤمن بأن ربنا يسوع المسيح هو الإله المتجسد، هو واحد، له طبيعة واحدة وأقنوم واحد، ولكن طبيعته وأقنومه هو الإله المتجسد. منذ أن صار صوت الملاك في أذن العذراء وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العالي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله، فبدأ سر التجسد الإلهي زي ما بيقول الكتاب الكلمة صار جسدا وحل بيننا. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. فحدث اتحاد بين اللاهوت والناسوت، في اللحظة الأولى لتكوين الناسوت في أحشاء العذراء اللي الروح القدس يحل عليك، يعني ناسوت السيد المسيح وجد متحدا باللاهوت، مش اتوجد الأول وبعد كده اللاهوت اتحد بيه، لأ. فالمسيح واحد، هو الإله المتجسد، هو ابن الله وابن الإنسان في آن واحد، الله ظهر في الجسد. له طبيعة واحدة، ولكن هذه الطبيعة من طبيعتين، لكن بالاتحاد نتج طبيعة واحدة تجمع خصائص الطبيعتين بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، تجمع كل الصفات اللاهوتية وكل الصفات الناسوتية معا. فهو طبيعة واحدة وأقنوم واحد يجمع كل الخصائص الطبيعية والأقنومية للاهوت والناسوت. طبعا هنبدأ نستخدم كلمة طبيعة وأقنوم وبعض المصطلحات، فعشان كده قبل ما هندخل في الموضوع هندي شرح مبسط جدا لهذه المصطلحات عشان تبقوا عارفين بنتكلم عن ايه. ما هي الطبيعة؟ يعني احنا مثلا نقول احنا طبيعتنا البشرية، الطبيعة البشرية، نقصد ايه بالطبيعة البشرية؟
في طبيعة الملائكة، في طبيعة الحيوان، في طبيعة الإنسان. ما هي طبيعة الإنسان؟ ما حدش يتكلم غير اللي يرفع ايده، اللي عايز يتكلم هنخلي بس يرفع ايده. ما هي طبيعة البشر او الطبيعة اللي نقصد بها ايه؟ قول يا ابني اللي هناك، اللي هي الصفات العامة المشتركة اللي بنشارك فيها كلنا، اللي هي بتعبر عن مكونات الإنسان. يعني طبيعة الملائكة، الملائكة أرواح، طبيعته روحانية. طب الطبيعة البشرية، الإنسان بيتكون من إيه؟ جسد وروح متحدين مع بعض، فالتحدهم بيكون طبيعة واحدة اللي هي الطبيعة البشرية. الطبيعة البشرية دي يشترك الصفات بتاعتها، يشترك فيها كل البشر. كل البشر، شفتوا مرة إنسان روح من غير جسد أو جسد من غير روح؟ ما يبقاش إنسان. نفس الوظائف الفسيولوجية، التركيب التشريحي، كل المكونات واحدة. وعشان كده حتى العلماء وفي الدراسات أما يجوا يدرسوا الإنسان على المستوى الجسدي مثلا، في الطب مثلا، يقول لك ياخدوا التشريح كل واحد، يدرسوا فسيولوجي كل واحد. ليه؟ لأن صفات الطبيعة واحدة، فدي اللي بنقول عليها الطبيعة ايه؟ البشرية. انا بشرح لكم يا اولاد مش بالاسلوب الاكاديمي شوية، بحاول ابسط عشان تبقوا فاهمين المعنى. طيب، ما هو الأقنوم؟ يمكن كتير مننا ما يسمعش كلمة أقنوم دي غير عن الثالوث القدوس، نقول أقنوم الآب، أقنوم الابن، أقنوم الروح القدس. لكن ما هو الأقنوم؟ يقصد بإيه؟ قول يا أبو نضار أنت. الصفات اللي تميز فرد عن التاني او شخص عن التاني، او بمعنى اصح الفردية بتاعتي، السمات والصفات اللي بتعطي الايه؟ الفردية بتاعتنا دي الاقنومية. يعني مثلا احنا كلنا طبيعة واحدة، ممكن امسك اي اتنين قاعدين في وثيقه، التركيب واحد، الوظائف الفسيولوجية واحدة، كل حاجة زي بعض، الاتنين جسد وروح. لكن هل هم زي بعض في كل حاجة؟ لا، في صفات طبيعية تجمعهم، مش هم الاتنين بس، تجمعهم مع كل البشر كمان. لكن لكل فرد سمات شخصية، دي اللي بنقول عليها الايه؟ الأقنومية. ايه هي بقى السمات الشخصية؟ زي ما قال اخوكم مثلا الشكل، واحد اسمر، واحد ابيض، واحد طويل، واحد قصير، واحد عينيها سودة، واحد عينيها بني، حد عينه خضراء، كل دي يعني ايه؟ دي سمات الجسد. لكن الإنسان ما هوش جسد بس، ده جسد وروح. فواحد روحاني، واحد جزداني مثلا، نقول ده إنسان روحاني. أما أجي أفرق بين الاتنين، الفكر، السلوك، العمل،
دي كلها بتفرق، مش احنا بنفرق بين الشخص والتاني بصفات كتيرة، دي من ضمنها. يبقى هي مجموعة الصفات اللي تفرد الروح والجسد الخاصة بالطبيعة البشرية، مجموعة الصفات الروحية أو الذهنية والسلوكية والجسمية التي تميز فرد من التاني. صح؟ كلام مظبوط؟ فدي تقال عليها أقنوم. احنا بنتكلم في البشر دلوقتي، طب احنا كبشر لينا كم طبيعة؟ واحدة. طب الطبيعة البشرية فيها كم أقنوم؟ نعم؟ الطبيعة البشرية فيها كم أقنوم؟ فيها اتنين؟ يعني ايه انا بسأل كام؟ بعدد البشر. صح، يبقى بعدد الايه؟ البشر. ما اعرفش كام، لكن اقدر اقول بعدد البشر، ما انا ما اعرفش البشر كام. احنا بنتكلم على الطبيعة ايه؟ النسوتية او البشرية. طبيعتنا مركبة. طب لو جينا نتكلم عن الطبيعة اللاهوتية، الطبيعة اللاهوتية بسيطة مش مركبة غير محدودة، كل الصفات بقى اللي يتصف بها ايه؟ زي ما احنا كبشر لينا صفات بنتصف بها، طبيعة الله في صفات لاهوتية عامة يتصف بها الطبيعة اللاهوتية. طب الطبيعة اللاهوتية ليها كم أقنوم؟ ثلاثة، لأن احنا ما نعرفهاش، ده ربنا هو اللي أعلن لينا، هو اللي أعلن إيه لينا؟ أقنوم الآب، أقنوم الإب، أقنوم الروح القدس. طيب في خلاف تاني بين طبيعة اللاهوتية والطبيعة الناسوتية، الطبيعة البشرية واحدة لكن ليست وحيدة، متفردة في أفراد كتير قوي، كل فرد له الطبيعة البشرية، لكن في اللاهوت لأن طبيعتنا مركبة محدودة، طبيعة اللاهوت بسيطة غير محدودة، فطبيعة الله واحدة ووحيدة. واحدة وإيه؟ وحيدة. احنا واحدة لكن مش وحيدة، لكن طبيعة الله واحدة ووحيدة. يعني احنا كل اقنوم له فرديته، لكن الاقانيم في اللاهوت الاب هو الله كله، والابن هو الله، والروح القدس هو ايه؟ الله. التلاتة واحد في الجوهر، مش متجزئين، مش منفصلين، دي طبيعة الله كده. عرفنا منين ان هو له تلات اقانيم بس؟ هو اللي اعلن كده، الذين يشهدون في السماء ثلاثة، الاب والكلمة والروح القدس، والثلاثة هم ايه؟
واحد واحد في الجوهر. فالأقنوم في اللاهوت ثلاث أقانيم بس، الآب هو الله، ولكن بصفة الأبوة أو بأقنوم الأبوة اللي هو أصل الوجود كله. الابن هو الله ولكن له صفة أقنومية اللي هو البنوة أو الولادة. الروح القدس هو الله ولكن الصفة الأقنومية فيه اللي هو الروح المنبثق، المنبثق. الابن هو العقل اللي هو الكلمة أو اللوغوس. اللي به خلق العالمين، يعني ربنا لما خلق الكون خلقه بإيه؟ بعقله. عشان كده نقول به خلق الإيه؟ العالمين، هو اللي خلقنا. طب هل منفصلين؟ لا، أي عمل عمل ثالوثي، الآب يعمل بالابن في الروح القدس والثلاثة جوهر واحد. لما جه يدبر الخلاص وهيفدينا، ممكن نقول الله ظهر في الجسد، صح، لكن لو حبيت احدد الصفة الأقنومية اللي تجسد، مين؟ الابن. الكلمة صار جسد. ممكن نقول الله، صح، لكن لو هحدد كصفة أقنومية يبقى إيه؟ يبقى الابن أو الكلمة صار إيه؟ جسدا. فهنا إحنا بنقول قدرنا نفهم دلوقتي معنى كلمة الطبيعة ومعنى كلمة الإيه؟ الأقنوم. في مصطلح آخر استخدامه محدود شوية يسموه البروسوبون. بروسوبون ممكن يترجم شخص، والأقنوم برضو شخص بس بتفرق، وممكن يعبر عن الشخصية التمثيلية. يعني لما واحد يتقمص شخصية في المسرح يسموها البروسوبون، او ممكن الشخصية القانونية. يعني مثلا كان زمان العبيد ما لهمش شخصية، مش معترف فيهم، فالشخصية القانونية يتقال عليها برضو الايه؟ البروسوبون. او القناع او الشكل الخارجي ممكن يتقال عليه برضو ايه؟ بروسوبون. يبقى احنا كده عرفنا ثلاث تعريفات: الطبيعة والأقنوم. الطبيعة بالنسبة للبشر وبالنسبة لله، الأقنوم بالنسبة للبشر وبالنسبة للإيه؟ لما نتكلم عن الله. ففي التجسد الكلمة صار جسدا. مين اللي قال كده؟ إحنا اللي قلنا ولا الكتاب اللي قال لنا؟ الكتاب اللي قال لنا. القدوس المولود منك، مين؟ كلمة قدوس تطلق على مين؟ إذن الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك. يعني نتكلم في التجسد عن عمل ثالوثي، الروح القدس يحل عليك، هذه أقنوم الروح القدس. قوة العلي يقصد مين بالعلي؟ الآب. لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله، عمل ثالوثي. لكن مين اللي تجسد أقنوميا؟ الابن. لما
ظهر في الجسد أعلن عن نفسه أنا والآب واحد، واحد في الجوهر ولا واحد في الأقنوم؟ لما السيد المسيح يقول أنا والآب واحد، واحد في الجوهر، الجوهر اللي هو الطبيعة على فكرة عشان برضو ما نتلخبطش، ممكن الجوهر يقصد بيه الايه؟ الطبيعة. يبقى واحد في الطبيعة ولا واحد في الأقنوم؟ في الطبيعة، صح. طيب أما بيقول أنا والآب واحد، أو هو بيقول أنا، مين اللي كان بيقول أنا؟ السيد المسيح. طب كان في حالة التجسد ولا من غير التجسد؟ يعني أنا دي شاملة كله، شاملة كله، عشان كده نؤمن المسيح إيه؟ واحد. ليس أحد نزل من السماء إلا الذي صعد إلى السماء، أو العكس، ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو فين؟ وهو كان معهم على الأرض، لكن بيتكلم على إيه؟ هو واحد. وطبعا هو مش واحد في الأقنوم، يبقى واحد فين؟ في الجوهر أو الطبيعة. عشان كده إيماننا في السيد المسيح هو المسيح الواحد، طبيعة واحدة، أقنوم واحد. لما أقنوم الكلمة بطبيعته اللاهوتية اتحد بطبيعتنا، اتحد بالطبيعة البشر كلهم ولا اتحد بطبيعة لها فرديتها؟ أنا عايز اللي عارف يرفع إيده. لما أقنوم الكلمة بطبيعته الإلهية اتحد بطبيعتنا، اتحد بالبشر كلهم ولا اتحد بطبيعتنا اللي هي طبيعة لها فردية؟ نشوف مين رفع ايده. طب قول يا ابني برضو يا ابو نضارة. لا انا ده مش السؤال ده، انا بسأل سؤال اخر. ما يعني خد شبهنا في كل شيء ما لا الخطية، لكن انا بسأل، احنا كلنا طبيعة واحدة، بنقول اتحد اخذ طبيعتنا، يعني اتحد بالبشر كلهم ولا اتحد بطبيعة بشرية لها فرديتها؟ لا انا عايز اللي عارف يرفع ايده. طب قولي. نعم انا مش سامعك. اتحد بطبيعة لها فرديتها ليه؟ لان ربنا يسوع المسيح لما اتولد بالجسد كان مميز، له نفس طبيعتنا، خد طبيعتنا زي ما كلنا طبيعة واحدة، لكن كان مميز عن بطرس ويوحنا واندراوس اذن خد طبيعة لها فرديتها، فحصل اتحاد طبيعي اقنومي. مظبوط؟ واضحة؟ يعني مين اللي تجسد؟ لو احنا نقول الله ظهر في الجسد وخد طبيعتنا، لكن ممكن نتكلم اقنوميا بقى، نتكلم عن الطبيعة غير لما بنتكلم عن الايه؟ الاقنوم. مين اللي تجسد في الثالوث القدوس؟ الاب. اتحد بالبشر كلهم ولا بطبيعة لها اقنوميتها فرديتها؟ نعم ليها فرديتها، فعشان كده بنسميه اتحاد طبيعي واتحاد ايه؟ اقنومي.
واضح الكلام ده؟ اتحاد طبيعي، اتحاد اقنومي، لكن يشمل الكل. وابائنا شبهوا، ادوا تشبيهات جميله للموضوع دوت. قديس كورولوس قال زي اتحاد الفحم بالنار او الحديد بالنار. ما تمسك حته فحمه مولعه او حديده محميه، بتبقى ماسك ايه؟ هات حته فحمه مولعه كده وامسكها بايدك، هتبقى ماسك ايه في ايدك؟ طب انا هسال سؤال، اقول لو حد ماسك الفحمه مولعه كده وسالته انت ماسك ايه في ايدك، هيقول ايه؟ واعيين انتوا برضو. هو لو قال فحم صح، وماسك النار بايديا صح. لو قال ماسك الفحم بايديا، الفحم بتتمسك، ليها حجم، ليها وزن. النار ما بتتمسكش، لكن بقت هي والفحم حاجة واحدة، فيقول ماسك النار. صح ولا غلط؟ فأصبح الفحم المشتعل ده يجمع صفات الفحم كلها من كتلة ووزن وحد، ويجمع أيضا صفات النار من الاحتراق والتوهج والاشتعال والحرارة وما إلى ذلك. وكذلك الحديد ده، أبائنا لما حبوا يشبهوا جابوا تشبيهات صح مش متطابقة 100%، لكن للتقريب. مين ادى التشبيهات دهيت وفهم الموضوع بالطريقة دهيت؟ الكنيسة الواحدة الوحيدة الأرثوذكسية على مر العصور. أمال الخلاف جه ازاي؟ طب ما الدنيا ماشية كويسة اهو، وبسيطة ومفهومة، أمال حصل الخلاف ازاي؟ دي بقى تنتبهوا لنا شوية واحنا بنقولها. كان في زمان أكبر مدرسة لاهوتية في العالم كانت مدرسة الإسكندرية، اللي هي أسسها القديس ماري مرقس. هو أسسها كمدرسة لاهوتية، لكن هي كمدرسة علمية فلسفية لها وجود سابق لماري مرقس، كانت تعتبر بمثابة جامعة، أكبر مدرسة أو جامعة في العالم في ذلك الوقت كانت مدرسة الإسكندرية، تدرس كل العلوم، الطب، الفلك، الهندسة، القانون، كل حاجة، عالم الروح أيضا. كان المنهج بتاع المدرسة بتاعت الإسكندرية اختاروا المنهج الأفلاطوني شوية. لما ظهرت الفلسفات، فلاسفة بتوع اليونان أفلاطون وسقراط، وحبوا بقى العلم اللي عندهم ده ازاي، ايه الاسلوب اللي يعبروا بيه وينقلوه للآخرين وازاي يدونوه، فناسبهم اكتر الفلسفة الافلاطونية. ليه؟ لان كان افلاطون يؤمن بالميتافيزيقا. ميتافيزيقي يعني ايه؟ ما وراء الطبيعة، بعالم الروح. فكان لما يجوا يتعاملوا مع حاجات مادية محسوسة ملموسة، كان يتعاملوا معها بالمقاييس المادية في الحسابات،
والتعامل. لكن لما يجي يتعاملوا مع عالم الروح، العالم الميتافيزيقي، لا، ده له معايير اخرى غير الايه، المعايير الحسية المحسوسة والملموسة. وده كان يناسب وهيئهم لتناول الأمور الروحانية واللاهوتية. قالوا دي ما تخضعش للمقاييس المادية، لا، هم روحانيين من قبل المسيحية حتى ما تدخل مصر. شعبنا المصري شعب روحاني، وبشهادة التاريخ نفسه، يعني هيرودوت، يعني اللي يسموه أبو التاريخ، لما زار الشعوب العالم عبر عن الشعب المصري، قال الشعب المصري أتقى شعوب الأرض، شعب تقي، أتقى شعوب الإيه؟ الأرض. وبالتالي لما دخلوا المسيحية كان فكرهم متواضع، يجوا عند الحقائق اللاهوتية، مش هيشغلوا فيها بقى القياسات المادية والحسية والتجريبية، لا، تؤخذ بالإيمان. الفحص فيها بقدر ما يسمح العقل، لأنها في أحيان كثيرة تفوق العقل لكن لا تتعارض مع العقل، ما تتعارضش معه أبدا، لكن فوق الإدراك والغير المدرك. عشان كده التعبير عن الله نفسه، يعني أحد العلماء يقول نحن لا نعرف ما هو الله لكن نعرف ما ليس هو. فلما نيجي نوصف الله نقول ايه؟ ننفي عنه كل اللي احنا نعرفه، يبقى هو ده الله، غير المرئي، غير المحوي، غير المحسوس، غير الزمني، اي حاجة نقدر نقيسها ننفيها عنه. فعشان كده قدروا يتناولوا الامور اللاهوتية بتاع الكتاب المقدس معتمدين في الاساس على نصوص الوحي الإلهي، ويتقبلوها ويدركوها بالروح غير متعارضة مع العقل، لكن يظل فيها جزء خافي. عشان كده يتكلموا سر الفداء. كلمة سر ديت أما في الأمور اللاهوتية نقول سر التجسد الإلهي، سر الفداء، سر الاتحاد. لأن مين يقدر يفحص هذه الأمور؟ ده احنا حتى في طبيعتنا البشرية المحدودة مفيش حد إلى يومنا هذا يقدر يفحص ويعرف كيفية اتحاد الروح بالنفس بالجسد. الروح متحدة بالجسد ازاي؟ محدش يعرف، سر. فهذا المنهج خلاهم يتعاملوا بتواضع فكري وينحنوا أمام الحقائق الإلهية والإعلانات الإلهية في الكتاب المقدس ويؤمنوا بيها. فالمسيح واحد، قال أنا واحد، هو واحد، طبيعة واحدة، نوم واحد. كان يقابلها من ناحية الأخرى مدرسة كبيرة مشهورة في أنطاكيا، مدرسة أنطاكيا، ولكن كانت متأثرة بفلسفة أرسطو في المنهج الدراسي بتاعتها. ده أرسطو ده كان واقعي تجريبي، يتعامل بالقياسات وإخضاع كل شيء للفحص العقلي الدقيق. طبعا المنهج ده ممتاز وكويس قوي، بس في الأمور المادية، في الهندسة، في الطب، في الكيمياء، كل ده يمشي،
لكن لما جم يدرسوا الحقائق الإلهية والأمور اللاهوتية للأسف حبوا يخضعوها للمنهج التجريبي والمقاييس المادية بتاعتهم، عشان كده وقعوا في هرطقات كتيرة غير أبائنا. يعني مدرسة أنطاكيا تعتمد على الحس، على الحرف، الكلمة بتقول ايه، التاريخ، احداث التاريخية. منهج مدرسة الاسكندرية يحترم الحرف والتاريخ ولكن يبحث فيما وراء النص، عشان كده التفسير الرمزي اشتهرت به مدرسة الاسكندرية، في معاني عميقة بتبقى وراء الايه الكلمة. واحيانا نفس النبوة والكلمة على المستوى التاريخي بيبقى لها بعد اخر نبوي. يعني الكتاب بيقول من مصر دعوته ابني، تاريخيا ابنه هو اسرائيل ابنه البكر، مش كده؟ لما خرجوا من مصر. لكن دي في حد ذاتها كانت تحمل نبوة عن السيد المسيح. طب مين اللي قال لنا ان تحمل ده؟ الكتاب نفسه. يقول كما قيل بالنبي القائل من مصر دعوته ايه ابني. حاجات كتيرة ليها ابعاد اكتر. قلتم سمعتم ان ايليا ياتي، وقال لهم ايليا اتى ولم يعرفوه، ان في نبوه عن ايليا ان هيجي في اخر الايام، ونفس النبوه دي تشير لمجيء يوحنا المعمدان. فالكلمه على المستوى النصي والتاريخي تشير لمعنى محدد ايليا، لكن مين اللي قال لنا ان تشير ايضا ليوحنا المعمدان؟ ده السيد المسيح نفسه. فالكتاب في بعد اخر فوق الحرف فوق التاريخ، وده اللي تميزت بيه مدرسة الاسكندرية عن مدرسة ايه انطاكيا. نرجع للموضوع بتاعنا عشان ما انتهوش مننا. فبتوع مدرسة انطاكيا ماشيين مع الكنيسة مظبوط، العذراء والدة الإله لأنها للقدوس المولود منك يوضع ابن الله، ماشي، المسيح واحد، ماشي. لكن لما جم عايزين يعبروا ويحللوا ويشرحوا هذا الإيمان اللي استلموه ويفسروه ويشرحوه، وقعوا بقى في الايه في الغلط، لان استخدموا معايير تجريبيه ماديه. هتسرحوا مني، هرجعكم تاني دلوقتي. على سبيل المثال احنا بنقول حصل اتحاد بين اللاهوت والناسوت، ابائنا يقولوا عليه الاتحاد دوت، يفسروه بايه؟ باتحاد الفحم بالنار او الحديد بالنار، ورغم كده كتشبيه لكن يقولوا سر الاتحاد. محدش يقدر يفهمه يعني بالكامل، ده سر، ده حاجة تفوق العقل، وده منطقي، ده حتى في العالم المادي بقول لكم احنا كبشر محدش يعرف الروح بتتحد بالجسد ازاي، ده حتى الجسد مازال في اسرار، ده اقل حشره في الوجود ممكن بيتعمل فيها رسائل ماجستير ودكتوراه كتير. واحد يدرس حشرات مثلا، يدرس الصرصار، ياخد ماجستير عن الصرصار، وبعدين يروح ياخد دكتوراه عن قرن الاستشعار اللي بتاع الصرصار. النهارده ما بندرس العلاج بالجينات،
مش بيدرسوا وظائف الأعضاء، ده بيدخل بقى في الخلية ومكونات الخلية، عالم تاني. فإن يخضعوا الأمور اللاهوتية بأسلوب التجريبي ده كان خطأ كبير. يعني مثلا الاتحاد، أما كلمة الاتحاد دي، أما نقول اتحاد العناصر مع بعض في الكيمياء، مين بتاع كيمياء هنا؟ لو حد بتاع كيمياء يرفع ايده بس يكون شاطر. الاتحاد الكيميائي عشان يتم بين عنصرين، ايه شرط الاتحاد يتم بين عنصر والتاني؟ قول لي يا ابني اللي ورا. يقول لك بناء على التكافؤ. ده أوحادي التكافؤ ولا ثنائي التكافؤ، ولازم يلاقي عنصر يقدر يتفاعل معاه بناء على ايه؟ هنحولها كيمياء، الحاجات دي نسيناها زمان، يعني الواحد يعني فاكر بقايا. يعني مثلا يقول الخلية او الذرة، مش الخلية بقى، الذرة هنا، الذرة مش الخلية، محاطة في النواة حواليها مدارات من الالكترونات. اخر مدار عشان يبقى ستاتيك ثابت يبقى في 8، لو في اقل من 8 يبقى في حالة نشطة ممكن يحصل تفاعل بينه وبين عنصر اخر. فلو المدار الاخير مثلا في الكترون واحد مش 8، يبقى محتاج عنصر تاني يكون المدار الاخير فيه كام؟ 7، عشان الاتنين مع بعض يكونوا ايه؟ 8. والعكس، لاما ناقص 2 او زايد 2، فلازم حد فيهم يكون ناقص حاجة والتاني يكملها له، وإلا ما يحصلش اتحاد. لو الاتنين في حالة استاتيكية يبقى نوع من الالتصاق، او يعني لازقين في بعض، لكن ما يبقاش ايه؟ اتحاد. ده المفهوم كده. هل تعلموا ان في مدرسة الانطاكية كان هو ده، اما حبوا يفهموا الاتحاد ويشرحوه، هم قبل ما يشرحوا كانوا كويسين، يقولوا زي الايه؟ زي الكنيسة ما بتقول. لما بعض الدارسين في مدرسة أنطاكية وحبوا يستخدموا الفلسفة والمنهج العلمي بتاعهم في الشرح، وأحيانا الواحد دراساته ممكن يوظفها مستأثرين كل فكر لطاعة المسيح. الفلسفة مش وحشة، المنطق مش وحش، بس لما استخدمه صح. عشان كده أبائنا نقشوا الفلاسفة، وفي كان علماء مدرسة الإسكندرية كانوا يدخلوا في صراعات أو مجادلات فلسفية مع كتير من الفلاسفة الوثنيين. بولس الرسول نفسه نقول عليه فيلسوف المسيحية مثلا. لكن لازم نتعامل مع الحقائق اللاهوتية بانحناء، مش هتعامل معاها زي ما هتعامل مع الكيمياء وبقيه الامور. فالمهم جم بقى عايزين يفكروا يشرحوا الاتحاد ده، فقعد يفكروا كده. جه واحد اسمه ابوليناريوس، قال ما عشان يحصل، هو في اتحاد، مش قال عشان يحصل، في اتحاد بين اللاهوت والناسوت، والمسيح طبيعته واحدة. بس عشان يبقى المسيح طبيعته واحدة لازم يبقى فيه حاجة ناقصة وتكملت. طب هو مين اللي اتحد؟ اللاهوت، الطبيعة اللاهوتية والطبيعة النسوية. يجرؤ يقول ان اللاهوت ناقص؟ مش هيقدر، خلاص
كش ملك يعني اللاهوت مش هيتقال عليه ناقص. فشطر على مين؟ الناسوت. قال طب هي الطبيعة الناسوتية بتتكون من ايه؟ من روح وجسد بس. لقيتها هو بيقول كده طبعا، يبقى اللاهوت حل محل الروح الإنسانية واتحد بالجسد وكون طبيعة واحدة اللي هي اللي بتاعت السيد المسيح. هل الكلام ده صح؟ طب لو الطبيعة جسد من غير روحية تبقى طبيعة بشرية؟ تبقاش بشرية، ده زي الحيوان اللي هو ملوش روح، فمش صح. ده المسيح صار جسدا او صار الله صار في الجسد بقى انسان عشان يفدينا، فاذا ما خدش طبيعتنا كلها مش هتتفدي. فطبعا كلام وقعه في غلط كبير، فاتحكم عليه بالبدعة والهرطقة. ده مين؟ ده أبوليناريوس. خلي بالكو يعني مدرسة أنطاكيا بالمنهج بتاعها دوت، معظم الهراطقة المشهورين والمعروفين خرجوا منها، حتى قبلهم أريوس. أريوس رغم أنه كان قس في الإسكندرية ومن أصل ليبي، لكن درس فين؟ في مدرسة أنطاكيا. وجي أبوليناريوس، بعد أبوليناريوس جي مقدونيوس برضو مدرسة أنطاكيا، بعد مقدونيوس جي نسطور. نسطور بقى جه قال ايه؟ هو طبعا الكنيسة كلها حكمت على أبوليناريوس بالهرطقة، وكان في تأكيد شديد جدا من الكنيسة ان المسيح له المجد كامل في لاهوته وكامل في ناسوته. له ناسوت كامل ولاهوته كامل. فدي بقى حاجة ما فيهاش فصال دلوقتي. طب نسطور بقى اللي هو خريج مدرسة أنطاكيا عايز يفسر ويحكي كيف تم الاتحاد بين اللاهوت والناسوت، فقال هنا اللاهوت كامل والناسوت كامل. يبقى بصراحة كده يبقى ده مش اتحاد، ده كان نوع من المصاحبة أو الالتصاق. يجمعهم بروسوبن واحد. البروسوبن قلنا من ضمن تعريفاته اللي هو ايه؟ الشكل الخارجي. ممكن بروسوبن واحد، لكن هيبقى السيد المسيح طبيعتين وأقنومين. هيبقى طبيعتين وأقنومين ويجمعهم برسوب ايه؟ واحد. طب ايه خطورة الكلام دوت؟ ان بيقسم الافعال والاقوال في السيد المسيح. ده غير انه قال بقى ايه؟ ان الناسوت تكون اولا وبعد كده جه اللاهوت صاحبه او سكن فيه وما الى ذلك. ومن ثم يبقى في الحالة دي ما نقدرش نقول ان العذراء والدة الاله. ازاي نقول عليها والدة الاله؟ ده هي ولدة الطبيعة الناسوتية.
يبقى ما تبقاش والدة الإله، تبقى أم المسيح، لكن ما يتقالش عليها والدة الإيه؟ الإله. وعاب على المجوس، ازاي يسجدوا لطفل عنده شهور؟ المسيح بالنسبة له بقى ايه؟ اتنين. العذراء ما هياش والدة الاله، وان ما فيش اتحاد، ده نوع من المصاحبة او المرافقة. اخطر ما في هذا الامر انه قسم السيد المسيح، ده عمل كده كإنسان وعمل كده كإله، في فعل إنساني في فعل إلهي، جاع وعطش ده إنسان، عمل معجزة إله، ونسي ان اللمسة بتاع المسيح كان فيها قوة اللاهوت. التفلة كان فيها قوة اللاهوت. اخطر ما في هذا الامر لو مشينا معاه خطوة 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 وهنوصل للصليب، يبقى مين اللي اتصلب؟ الانسان. وبكده كأني قيمة الفداء كله والصلب ما عادش موجود. ده الكتاب نفسه يقول ارعوا رعية الله التي اقتناها بدمه. كل حاجة منسوبة لي، ما اقدرش اقسمه. هتقولوا يعني اللاهوت بيتألم؟ ما يتألمش، بنقول يا من ذاق الموت بالجسد، لكن هو واحد، مش إله وإنسان، هو الإله المتأنس، الإله المتجسد، وإلا قيمة الفداء كله ما يبقى ملوش لازمة. فشفتوا، خلي بالكوا يا أولاد، الفرق بين المدرستين في الأول اللي قلته لكم دوت ومنهجهم في التفكير، لو فهمتوه كويس كل تطور هيحصل بعد كده هتفهموا نابع من ايه، تبقوا فاهمين ليه قالوا كده، ليه عملوا كده. في فرق بين نقول فلان قال كده لكن انا مش عارف طب هو قال كده ليه. فقبليه ابو ليناريوس قال ان الناسوت ناقص، وقال في واحدة طبيعة واحدة، جه نسطور قال لا ده كامل في ناسوته، انسان كامل واله كامل، لكن ما فيش ايه اتحاد، وبالتالي هو طبعتين واكنومين. نسطور ده كان رتبته ايه؟ بطرق للقسطنطينية. شوفوا بقى من حنان الله ان بيوجد في كل جيل زي ما بيسمح ان في حاجات انحرافات بتحصل، بيكون مهيئ لا يترك نفسه بلا شاهد. كان مين من الاباء العظام معاصر للنسطور ده؟ البابا كيرلس عمود الدين او عمود الايمان. بابا كيرلس ده من الآباء العظام، كان خاله يبقى البابا توفيلس 23. له قصة جميلة حلوة، بس أنا مش هحكي لكم حواديت كتير النهاردة عشان عايز أخلص بدري، هكروتكم في بعض الحاجات التاريخية. لكن كان ترتيب ربنا ان البابا كيرلس موجود،
وكان يعني موهوب. أبائنا كانوا القديسين كانوا ينتزوا بحاجات بحاجتين خصوصا آباء الكنيسة العظام معلمي البيعة، بالعلم والقداسة معا. كان يتصفوا بالصفتين ده دول. البابا كيرلس ده يعني من أعظم ما أنجبت البشرية، وكان من حنان الله إنه سمح بالحاجات دي عشان أكتر واحد شرح سر التجسد الإلهي البابا كيرلس بسبب بدعة نصور وأبوليناريوس والمجموعة دي كلها. فطبعا لما نصور قال وعلم بكده الناس مش متعودة على الكلام ده خالص، حتى الناس البسطاء ايه اللي بيقولوا ده؟ ده احنا العذراء، ده الملاك قال لها القدوس المولود منك انا اقول العذراء ما تبقاش والدة الاله، ما احنا عارفين ان هي مش اصل اللاهوت واحنا عبط، ما احنا عارفين كده، لكن اللاهوت اتحد بالناسوت في احشائها وتولد منها الاله المتجسد القدوس المولود منك. يبقى هي ولدت مين؟ يبقى هي والدة الاله، هي مش اصله ايوه، لكن ولد متحدا بالناسوت منها. الملك نفسه القدوس المولود منك، اكتر من كده ايه؟ اليصابات لما العذراء راحت لها امتلأت من روح القدس وقالت لها من اين لي هذا ان تأتي ام ربي الي؟ عايز اكتر من كده ايه؟ ده الملائكة لما ظهر الرعاة وانا ها ابشركم بفرح عظيم يكون لكم ولجميع الشعوب هو ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. مين اللي اتولد؟ ده العهد القديم في سفر أشعياء يقول يولد لنا ولدا ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه ويضع اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. يولد لنا ولد ونعطى ابن ويضع اسمه ايه؟ إلها قديرا. اللي هيتولد ده لينا من طبيعتنا. وفي الاخر ما اقولش العذراء والدة الاله، يقول ما هي مش اصل اللاهوت. طب ما احنا عارفين ان هي مش اصل اللاهوت، لكن اللي اتولد منها ده كان مين؟ هو الاله المتجسد. ده بالنسبة للعذراء بس، لكن الاخطر من كده في قضية الفداء. مين اللي اتصلب؟ المهم البابا كيرلس كان موجود في ذلك الوقت. الناس لما سمعوا الكلام بتاع نصور ده وتعليمه ايه ده؟ صعقوا، كان صدمات بالنسبة لهم. فبدأ فيه كلام واحتجاجات، ايه ده ايه ده، وبدأ يتكرر وعلنا، وده بطرك، كان بطرك القسطنطينية. فبدأوا يستغيثوا بمين؟ بالبابا كيرلس، لأن آباء الإسكندرية بقى قنصتهم معلمي المسكونة. أصل الرهبنة أكبر وأعظم مدرسة لاهوتية في العالم. اوعوا تسألوا بنفسكم يا ولاد ولا بكنيست، كنيستنا عظيمة وما زالت. فبعتوا يستغيثوا
بالبابا كيرلس. الحق بيقولوا كذا، ده صح ولا غلط؟ البابا كيرلس بدأ يقرأ اللي بيتقال. طبعا احنا ابائنا قديسين، ما شهرش ولا عنف ولا شتم ولا اتكلم بطريقة غير لائقة، بطريقة روحانية مهذبة، بعت رسائل لأخيه الحبيب نصور كأخ حبيب ايه ليه، وبدأ يشرح له زي اي واحد، اتنين صحاب قريبين من بعض، حد يشوف اخوه غلط في حاجة عشان هو بيحبه بينبهه، لو ما بيحبوش مش هينبهه، قاعد ينبهه للخطأ اللي هو وقع فيه. لكن بعد عنكو الشيطان لما بيمسك حد، الخطايا المركبة زي الفضاء المركبة كده ولودة بتقترن بالكبرياء والتمسك بالمنهج بتاعه. بقت كل محاولات البابا كيرلس بالفشل انها تقنع او تجيب نتيجة مع نسطور، وبدأ يعلن في العلن كل تعاليمه، وبدأت البلبلة تزيد. فبعت رسالة أكثر حدة البابا كيرلس، تضمنت بنود 12 بند، أو بيسموها الفصول الـ12، حدد فيها إيماننا ومفهومنا لسر التجسد. قال من لا يؤمن بكذا كذا كذا يكون محروما، من يقول كذا يبقى محروم، من لا يؤمن بكذا يبقى ايه، يسموها الحرمات الـ12 او البنود الـ12. رغم ان 12 بند لكن احاطوا احاطة شاملة بتعاليم نسطور وفندوها تمام. برضو مفيش فايدة. لما بدأت الاضطرابات تزيد، وفي قلق وعدم هدوء، الأمر وصل لمسامع الإمبراطور، فكان لابد من اتخاذ إجراء حازم وحاسم للقضاء على هذه الاضطرابات. وعرف ان كل المحاولات الودية فشلت، فأصدر أمر بعقد مجمع مسكوني ليناقش فكر نسطور وما يعلم به. اتحدد ميعاد المجمع كان سنة 431 ميلادية، وأسند رئاسة المجمع للبابا كيرلس الأول عمود الدين أو عمود الإيمان، ودعا فيه كل أساقفة العالم. كان في الوقت ده في روما، أسقف روما كان رجل قديس وكان صديق للبابا كيرلس، اسمه كليستين على ما أتذكر،
بتوع روما ما كانوش يعني يحضروا المجامع كتير، وما كانوش يعني في المستوى اللاهوتي زي بتوع الإسكندرية، فأرسل للبابا كيرلس قال له يعني كل اللي هتقوله أنا موافق عليه زي تفويض. تعرفوا زي ما احنا في المجمع المقدس مثلا لما يكون في حد ظروفه مش سامحة يحضر وفي تصويت لحاجة، ممكن يفوض حد يصوت بالنيابة عنه. يعني البابا كيرلس خد معاه مجموعة من الأسقفة، ولكن كان حريص ان ياخد معاه احد الاباء القديسين، ودي كانت سمة حلوة في اباء كنيستنا، ما كانوش يتكلوا بس على ذكائهم وعلمهم وذهنهم فقط، لكن كانوا يحبوا دايما يبقوا مسنودين بالنعمة وبالصلاة. فخد مين معاه؟ حد فاكر؟ الانبا شنودة رئيس المتوحدين. انبا شنودة كان عالم وكان قديس في نفس الوقت، وعشان يسمح له بحضور المجمع فداله رتبة رئيس المتوحدين. راح هناك، الأسقفة بدأوا من كل العالم يتجمعوا، الكل بيحضر، لكن مين تباطأ ومش عايز يحضر؟ اولا نسطور ما حضرش، مين تاني؟ ربطوا كده وقولوا لي. بعض زملاء نسطور في مدرسة أنطاكيا كان من ضمنهم يوحنا الأنطاكي بطريرك أنطاكيا، لكن كان أهم المجموعة دهية واحد قريب نسطور يبقى القزن بتاعه. عايزكم تاخدوا بالكم من اسمه كويس جدا، لأنه هيستمر معانا لما نتبحر في الدراسة الموضوع دوت. اسمه ايه؟ سيودوريتوس اسقف قورش. سيودوريتوس اسقف قورش ومعه مجموعة من الأسقفة، كانوا كلهم على بعض 21. كل الأسقفة اتجمعوا قبل الميعاد، ودول تعمدوا يتلكأوا في الطريق. جه الميعاد اللي معلن عشان ينعقد فيه المجمع ما وصلوش. الآباء اللي اجتمعوا قالوا المجمع ينعقد، البابا كيرلس قال معلش نستنى اخواتنا شوية. قعدوا يستنوهم كذا يوم ودول مش عايزين يجوا، اما لقوا المجمع عمال ينتظرهم كده، فراحوا بعتوا مندوبين قالوا لهم هم في الطريق ويمكن يتأخروا، لو اتأخروا اجتمعوا انتوا. البابا كيرلس استنى برضو شوية، لما اتأخروا فالكل فهم بقى ان هم مش عايزين يجوا، لانه دول اصحاب نسطور وقرايبه ومش عايزين يتحطوا في موقف يبقوا ضده. المجمع انعقد برئاسة البابا كيرلس، تناولوا الموضوع بالكامل، حطوا قدامهم كل كتابات القديس كيرلس
ورسائله للنصور وخلافه، اعتمدوا هذه الكتابات وتبنوها، وأصبحت الأساس الذي يبنى عليه الحكم. ولا سيما البنود الاثناشر اللي كتبها القديس كيرلس، وصار لها قوة المجمع. يعني مش مجرد دي كتابات القديس كيرلس، لا، دي تعاليم مجمع أفسس، الكل تبناها وصدق عليها، هذا هو إيماننا، وبالتالي حكم على نسطور بالعزل من كرسيه، لأنه رفض أن يأتي وتمسك بما يعلم ويعتقد. أول لما صدر الحكم مين بقى وصل جري؟ يوحنا الأنطاكي وسؤدوريتوس ومن معه. قال لهم بس ده حكموا على ايه؟ نسطور. الخطة بقى بتاعتهم بانت بقى كده. طيب احنا هنعمل مجمع، كانوا حاجة وعشرين، ما يكملوش التلاتين لو انضم عليهم حد. لغوا فيه حكم مجمع الآباء، بل بالعكس حكموا فيه بالحرم على البابا كيرلس وممنن أسقف أفسس. وشوفوا بقى المؤامرة والخطة كانت ازاي. معلش يا ولاد انتوا صغيرين، الحاجات دي يعني كبيرة عليكم شوية، بس برضو بتبقى فرصة تعرفوا الآباء اللي احنا بنقدرهم، نقول آباء ومعلمي البيعة عندنا، جهدوا قد ايه، تعبوا قد ايه. فرحوا عملوا خطة بالاتفاق مع بعض القواد، اصدقاء نصور، ان نصور ده كان بطرق القسطنطينية، فكان على علاقة بكتير من القيادات، ان منعوا ان قرارات مجمع افسس تصل للامبراطور، قفلوا الطرق، ممنوع حد يعدي بيها خالص. ولما يوحنا الانطاكي وسؤدوريتوس واللي معاه اجتمعوا وقرروا هذا، بسرعه خدوا القرارات دي وارسلوها للامبراطور باعتبارها دي قرارات المجمع. الامبراطور كان راجل طيب وتقي ويحترم القرارات المجمع، يعني ما بيدخلش نفسه في أمور اللاهوتية. فلما شاف القرارات بحرم البابا كيرلس وممنون أسقف أفسس، ده ازاي ده انا مخليه هو رئيس المجمع؟ ازاي الكلام ده؟ المهم صدق على الحكم وهو مش مرتاح. يعني البابا كيرلس فوجئ ان جم قبضوا عليه وحبسوه، هو ومين؟ ممنون اسقف افسس. المجمع ضج. ايه اللي بيحصل ده؟ وقرارات المجمع معاهم مش عارفين يوصلوها للامبراطور، ففكروا في حيله ازاي يوصلوا قرارات المجمع للامبراطور. فقعدوا يفكروا، فجت لهم فكره ان جابوا اب راهب ولبسوه لبس شحات، وجابوا قرارات المجمع وحطوها في عصاية مجوفة
جوه الايه؟ ان يمسكها يتعكز عليها ويعدي فهيسيبوه ايه؟ فهو مشي كده راجل شحات غلبان، فبالنسبة لهم لا يعنيهم ايه؟ مشي فعدى. لكن الراهب البسيط ده هيقابل الامبراطور ازاي؟ وازاي يوصل له الحاجات ده؟ هي الامبراطور كان معين حراسة وناس مسؤولين عن نظام المجمع، واحد اسمه كانديديانوس، وفي واحد صديق لنسطور تطوع انه يبقى مسؤول اسمه ايريناوس. كنت دي رتبة. عدى الراهب مع الحاجة، طب هيعمل ايه؟ توصل له ازاي؟ يتصرف ازاي؟ ده هيكون موضوعنا المرة الجاية، نكمله بقى.